تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نذكركم بجمعية رؤوم لكفالة الأيتام وقف اليتيم بمكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. فوقف اليتيم يعتبر من الصدقات الجارية. قدم الشيء اللي يفيدك في حياتك حتى بعد ما تتوفى يستمر معك، يشفع لك عند الله. 300 ريال أكفل بها يتيم، والله يجزاكم خير. اللهم آمين.